وديت البنت فين؟ قال له بنتي انا مش فاكر حاجه. قال له هو انت مش فاكر امبارح اللي احنا بعد ما خرجنا من السهره الزفت اللي احنا كنا فيها، اللي انت خطفت بنت من البنات اللي كانت ماشيه في الشارع وجدها على هنا؟ ساعتها زين اصلا كان واقف زي المصدوم ومش فاكر ولا فاهم اي حاجه. هنبتدي مع بعض النهارده ان شاء الله اول حلقه في مسلسلنا الجديد زوجي من اغتصبني، وتعتبر أول حلقة هتبتدي معانا في قصر من أفخم القصور المصرية. قاعد فيها راجل عجوز، الشيب بان عليه قوي، أخد منه ما أخده وأعطاه ما أعطاه، والوقار والحكمة باينين عليه، وهو اسمه محمد القناوي، الراجل الكبير اللي ما كانش في حاجة في حياته غير إن هو كان بيكره كل أنواع الستات، وده كان بسبب الست اللي حبها واتجوزها وفي الآخر خانته مع عاشقها. ومن اليوم ده وهو بيكره كل الستات اللي خلقها ربنا، وهو والد الدكتور زين. الحاجة الوحيدة اللي عملها في ابنه ان هو زرع فيه نفس كرهه للستات. وهنا زين بطل قصتنا بيظهر معانا وهو بيصبح على والده وبيقول له صباح الخير يا بابا. ساعتها والده رد عليه وقال له صباح الخير يا حبيبي، ازيك النهاردة؟ انا ما شفتكش من امبارح. قال له معلش يا والدي، والله غصب عني، انت عارف انا الصبح ببقى في الجامعة واخر النهار بطلع على الشركة، وامبارح بالليل خرجت شوية مع اياد فتأخرت، ولما رجعت للأسف لقيتك نايم. ومعلش يا والدي بس شوف لنا إن كان الفطار جاهز ولا لأ، لأني اتأخرت على الجامعة ولازم أمشي دلوقتي. وساعتها هو نده على أم محمد، وهي تعتبر من الخادمات المخلصات في القصر ومن زمان قوي، من أيام ما كانت زوجة محمد القناوي لسه في القصر، وقالت له صباح الخير يا زين يا ابني. آه يا حبيبي الفطار جاهز، اتفضلوا على السفرة عشان تفطروا. وقعد ساعتها محمد القناوي وزين ابنه علشان يفطروا، وقال له الشركة عاملة إيه يا زين؟ والدنيا عاملة إيه معاك؟ قال له تمام يا والدي كل حاجة كويسة، واكيد انا لو احتجت حاجه هرجع لك، انا ماليش غيرك في الدنيا. قال له ربنا يوفقك يا ابني وافرح بيك قريب ان شاء الله بقى واشوف عيالك. قال له تاني يا بابا هو انت ايه ما بتزهقش؟ انت اكتر واحد في الدنيا دي اتجرح من صنف الحريم، وانت عارف ومتاكد ان انا بكرههم اكتر ما انت ما بتكرههم، وانا النسوان دي كلها بالنسبه لي يا اما للانتقام يا اما للمتعه وبس، فاطلع من دماغي يا بابا لان انا الجواز ما بتجوش. وساعتها زين كان زهقان قوي ولامم شنطته ولامم كل حاجته وخرج عشان يروح جامعته، لأنه هو أستاذ كبير في جامعة الهندسة وبيخلص دايما شغله في الكلية وبيطلع على طول على شركته اللي هو يعتبر صاحبها وهي من أكبر شركات في مصر. ننتقل بقى في مكان تاني في حي بسيط من أحياء القاهرة البسيطة، بنت عندها 22 سنة مفيش حاجة في الدنيا بتعملها غير إن هي دايما بتضحك وعندها جدة ونشاط، ودايما الضحكة ما بتفرقش وشها، اسمها قدر. وهندخل عليها وهي بتصحي مامتها وتقول لها يا ماما يا ماما فوقي بقى يا حبيبتي انا جهزت الفطار، يلا صحي بابا علشان ادخل اصحي اخويا عشان امشي على الجامعه. هيطلعوا حاضر يا قدر انا قمت يا حبيبتي يا روح ماما، انا هصحي والدك وانت روحي صحي اخوكي. وطبعا قدر كالعاده دخلت اوضه اخوها علشان تصحيه، وما بتصحيهوش طبعا زي البني ادمين الطبيعيين، قعدت تصرخ عليه وتقول له يا قادر يا قادر الحقني قوم بسرعه. فطبعا قدر قام مفزوع وقال لها في ايه يا بنت المجانين انت؟ قالت له عادي يا حبيبي مفيش اي حاجه الفطار جهز يلا عشان نفطر. وساعتها مسكت بطنها وقعدت تضحك، وساعتها قادر راح مسك المخده اللي كان نايم عليها وجري وراها. والله والله العظيم لو وريك يا قادر، هو انا كل يوم يا بنتي تصحيني على الموال ده؟ حرام عليكي قطعتي خلفي. ساعتها فريده امهم قعدت تضحك على منظرهم وقال لها ينفع كده يا ماما بنتك المهبوله دي كل يوم تصحيني بالمنظر ده؟ يا جدعان حرام عليكم، احترموا مكانتي يعني، ده انا دكتور محترم. قالت له عادي يا حبيبي اختك وبتهزر معاك. قالت له في ايه يا عم دودي؟ بهزر معاك بقى يا حبيب اختك، قلبك ابيض ده انا حتى عامله لك الفطار بايدي النهارده. الله افطار، اه ما انت اكيد يا قدر حاطه لي في سم. وراحت ساعتها مطلعه له لسانها. وساعتها خرج ابوهم اللي هو اسمه كريم وقال لهم في ايه يا اولاد؟ ايه الصوت ده على الصبح؟ قال له يا بابا ينفع اللي بنتك كل يوم بتعمله ده؟ كل يوم تصحيني بالمنظر ده؟ يا جدعان ده انا هيبتي ضاعت خالص، مش كفايه مستحمله في البيت يا حاج، كمان جايه ورايا في الحرم الجامعي. فساعتها والدهم ضحك وقال له خلاص يا عم ما تندبش حظك كده زي النسوان، اهي كلها سنه وهتخلص. قال له اه السنه بتاعتها اللي ما بتخلصش دي؟ قال له لا هتخلص ان شاء الله وهتبقى احلى واكبر مهندسه فيك يا مصر. ساعتها قدر راحت على والدها وحضنته وبست ايده وقالت له ان شاء الله يا بابا هبقى احلى مهندسه وهرفع راسك واكون زي ما انت عايز واحسن شويه. وقعدوا كلهم على السفره يفطروا في جو اسري جميل جدا ما فيهوش غير الموده والرحمه والراحه، لانهم فعلا هم الاربعه كانوا بيحبوا بعض جدا. وساعتها قادر قال لها يلا يا ست الشقيه خلصي عشان اوصلك معايا الكليه. وفعلا قادر خد اخته قادر ومشوا على الجامعه. وساعتها قادر اول ما وصلت ودخلت الكليه كان في زميل ليها اسمه اشرف نده عليها وقال لها بعد اذنك يا انسه قادر
عايزك؟ قالت له اتفضل نعم. قال لها لو ممكن يعني عايزك تفهميني مادة الدكتور زين، لأن انت عارفة بصراحة ان انا ما بفهمش اي حاجة من مادته غير لما بدرس على السلايد بتاعك. قالت له انا اسفة والله ما عنديش وقت، ومشيت حتى من غير ما تسمع رده ايه، وراحت ماشية وسايباه. وساعتها واحد من زمايل الأشرف نده عليه وقال له يا عم كبر دماغك بقى، هي كده كده يعني مش مدياك ريق حلو. قال له لا لا، البنت دي مش زي اي حد انا عرفته، مالك غير اي بنت انا عرفتها في حياتي، البنت دي فعلا شكلها بنت محترمة، وانا اكيد اول ما اخلص الجامعة راح اطلبها على طول. صاحبه قال له يلا يا عم نشوف محاضراتنا وربنا اللي فيه الخير يعمله. وساعتها قدر دخلت الجامعة عشان تشوف صاحبتها، صاحبة عمرها اللي هما تقريبا ما تفرقوش من ايام الثانوي، وهي اسمها ملك السيد، تعتبر اعز اصحابها، لكن هي على خلاف شوية من شخصية قدر، لانها شخصية قوية جدا عكس قدر خالص، وعيونها عسلي وجسمها منحوت وزي القمر. وساعتها قدر اول ما دخلت قالت لها صباح الفل يا ست ملك، يلا بقى عشان نلحق محاضرتنا لان الدكتور زين محاضرته جايه النهارده. قالت لها استني بس عليا ما تاخدنيش في دوكه كده، هو الواد اشرف ده ضايقك ولا ايه؟ قالت لها لا يا ستي عادي مفيش حاجه، هو كان بس عايزني اشرح له حاجه كده في ماده الدكتور زين وانا كبرت دماغي. وقالت لها طب يلا بينا. وفعلا دخلوا المحاضره لانهم كانوا منتظرين الدكتور زين، لان في اليوم ده كان هيوزع العلامات بتاعه الامتحان بتاعتهم. ودخل الدكتور زين ودخل المحاضرة اللي كانت مليانة طلاب، لأن محدش كان بيستجرب ما يحضرش المحاضرة بتاعته، وطبعا نص الطلاب كانوا كارهينه وما كانوش بيحبوه خالص، والنص التاني كان هيمان بشخصيته وبجماله، لكن هو في كلتا الحالات ما كانش بيعبر حد أصلا. وأول ما دخل قال السلام عليكم، والطلاب كلهم طبعا ردوا عليه، وفي واحد من الطلاب قام ووقف وسأله يا دكتور هو إمتى تسليم العلامات؟ فرد عليه بطريقة وحشة جدا وقال له علامات إيه اللي أنت مستعجل عليها؟ علاماتكو كلها زي الزفت، كأني بشرح لشوية حيطان وبهايم، بهايم ما بشرح لهم مش بيفهموا اي حاجه، وفي الاخر الاقي اكتر من 80% من الطلاب درجاتهم اصلا ما تتقلش. ساعتها طبعا الطلاب زعلوا جدا من اسلوبه وقعدوا. وراح ساعتها الدكتور زين مطلع ورق من شنطته وسال على قدر كريم وملك السيد، رفعوا ايديهم وقاموا وقفوا وقالوا له احنا يا دكتور. قال لهم برافو عليكم، انتوا الوحيدين اللي في المدرج الزفت ده كله جايبين درجات عاليه وجايبين فول مارك تقريبا. فرحوا قوي ساعتها وشكروا الدكتور. وراح زين قايل للطلاب من هنا وجاي انا عايز اعرفكم ان انا هرصت بكل واحد ما بيجيبش علامه محترمه، انا مش بقعد بالساعات اشرح واتكلم مع نفسي، سامعين؟ وعقابا ليكم مفيش محاضره النهارده، انا هوزع العلامات اللي تشرح القلب بس. وفعلا قال الكلمتين دول وخرج. وبعد ما خلص المحاضره راح على شركته على طول، ودخل ساعتها وقعد في المكتب بتاعه عشان يدخل عليه برضه صاحب عمره اللي اسمه اياس، وهو يعتبر زين ملوش في الدنيا صاحب زي اياس، يعتبر هو اكتر واحد صاحبه وعلى طول ماشي معاه في كل حته لانه تقريبا شبهه في كل حاجه، لكن برضه اياس فيه شويه اختلاف عن زين، لان زين بيحب الجديه قوي ما بيضحكش كتير، شخصيته تقريبا ما بتختلفش الا في الليل بس، عكس اياس خالص اللي دايما بيضحك وبيمرح واخد الحياه كده بهزار مش واخدها جد زي زين. واول ما دخل قال له ازيك يا عم فين الغيبه دي؟ طبعا زين اصلا من غير ما يبص له قال له عادي يا عم رحت الجامعه واديني قدامك اهو. قال له طب ما يلا تفكك يا زين من الشغل شويه وخلينا نهيص. قال له بقول لك يا اياس الشغل حاجه ولا انا وانت بنعمله حاجه تانية خالص، سمعت؟ قال له خلاص يا عم انت واخدها جد كده ليه، انا بهزر بس. قال له طب يلا يا اياس روح مكتبك ولما نخلص نبقى نشوف هنسهر فين النهارده، وبقول لك ايه احنا عايزين نغير المكان اللي بنروحه دي، الاشكال اللي انت بتجيبها كلها شكل بعضها. وفعلا اياس راح على مكتبه، وبعد ما زين واياس خلصوا شغلهم اتفقوا ان هم هيروحوا يسهروا بالليل في ملهى زي اللي بيسهروا فيه كل ليله. وزين اول ما دخل الملهى جانت بنت وقفت جنبه، وقفت تدلع عليه وحطت ايديها على كتفه وبتدلع عليه وبتقول له وحشتني يا زين. راح بصص لها من فوق لتحت كده وقال لها بقول لك ايه شيلي ايدك، اصل ايدك دي وسخه ومليش مزاج ليك النهارده، عايز حاجه انضف. ساعتها هي وقفت اتصدمت كده وبصت له وراح يسأل الله يخرب بيتك يا عم في انت احرقتها لي كده؟ قال له يا عم بلا قرف ما كلهم اشكال وسخه شكل بعض. وساعتها هما الاتنين قعدوا يشربوا لحد تقريبا ما كانوش شايفين قدامهم. وساعتها راح زين قايل لاياس بقول لك ايه انا عايز يا عم اغير المكان ده، تعالى نروح نشوف مكان تاني، كده كده الساعه لسه ما جاتش 12 ولسه الليل في اوله، يلا نروح نشوف مكان تاني. وفعلا خرجوا من الملهى علشان يروحوا يشوفوا مكان تاني يسهروا فيه. واول ما خرجوا علشان يسوقوا العربيات بتاعتهم للاسف هم اصلا ما كانوش قادرين يسلبوا طولهم، وما فيش دقايق بعد ما ركبوا العربيات شافوا بنتين ماشيين في الشارع لوحدهم، والطريق تقريبا كان مقطوع او ضلمه، الشارع ما كانش فيه حد لان الساعه كانت اتاخرت بالليل. وساعتها زين زي المجنون راح موقف العربيه وبدا يحضن عليهم وبدا يخنقهم في الطريق لحد ما نزل وكان عايز يهجم عليهم. وطبعا للاسف البنتين دول كانت قدر وملك، وبقوا عمالين يصوتوا يقولوا له ابعد عننا انت عايز ايه، وطبعا الدنيا كانت ضلمه هم ما كانوش شايفين حاجه.
وقدر بقت واقفة عمالة تعيط، وراح قايل لها زين تعالي يا حلوة بمزاجك بدل ما اخدك غصب عنك. اياس طبعا لما شاف زين بيعمل كده هو كمان وقف عربيته، وبقت عينه على ملك وعلى قدر، وبقى مستغرب هو زين بيعمل ايه. وطبعا زين في حالة لا وعي راح واخد البنت وراح مدخلها العربية وزقها ومشي بيها. والبنت دي كانت قدر، وحاولت ملك انها تنقذ صاحبة عمرها وقعدت تشد في ايدها، بس للأسف زين كان اقوى منها وخد البنت وجري، وهي حاولت تهرب منهم وفعلا قعدت تجري. واياس حاول يعمل معاها نفس اللي زين عمله مع قدر، لكن هي قدرت تجري وقعدت تجري منهم قوي. وهي في وسط الطريق قعدت ترن على قادر على اساس انها تحكي له اللي حصل، لكن للأسف تليفونه كان مقفول، وقعدت تجري بكل ما فيها من قوة لحد ما وصلت عند بيت قدر وقعدت تخبط عليهم. ومامتها ساعتها فتحت وقالت لها ايه ده، في ايه مالك يا ملك، وفين صاحبتك، راحت فين؟ قالت لها الحقيني يا ماما، قدر اتخطفت. قالت لها اتخطفت؟ وقبل ما تكمل الكلمة طبعا هي كانت وقعت في الارض واغمى عليها. وساعتها كريم اللي هو والد قدر خرج من الاوضة وقال لها في ايه يا ملك، ايه اللي حصل، وصاحبتك فين، قدر فين؟ راحت قالت له الحقني يا عمي، واحنا جايين واحنا راجعين في 2 شباب طلعوا علينا وقعدوا يحضنوا علينا وحاولوا يضايقونا وحصرونا، بس للاسف انا قدرت اهرب وقدر ما قدرتش وخطفوها. قال لها مين دول، مين اللي خطفوهم، تعرفيهم؟ قالت له انا معرفهمش، الدنيا كانت عتمة وانا معرفهمش، لكن اللي اخدها انا عارفه، انا متاكده ان هو شبه الدكتور اللي بيدرس لنا، الدكتور اللي بيدرس لنا في هندسه اسمه الدكتور زين، وانا متاكده ان هو شكله ده ما كانش هو اصلا. قال لها طب والكلب قادر فين؟ قالت له انا معرفش، احنا كنا معرفينه ان احنا هنخلص الجامعه وهنروح نشتري شويه لبس، بس للاسف احنا رنينا عليه علشان يجي معانا وتليفونه كان مقفول طول النهار وما عرفناش نوصل له، واحنا راجعين حصل اللي حصل. وساعتها كريم قاعد يفوق في فريدة مامة قدر، لكن للأسف ما فاقتش، شالها وحطها على الكرسي. وفي وسط اللي حصل دوك الباب اتفتح ودخل قادر، وأول ما دخل راح كريم خبطه بالقلم على وشه، قال له في ايه يا بابا، ايه اللي حصل؟ قادر طبعا كان واقف مصدوم، قال له فين اختك يا بيه، فين الأمانة اللي انا مديها لك؟ قال له يا بابا والله انا نسيت تليفون النهارده في البيت ورحت كليتي من غيره، واول ما خلصت رحت القدر عشان اجيبها هي وملك، وللاسف لقيتهم مشوا، فانا قلت اكيد راحوا المشوار اللي كانوا بيقولوا عليه. قال له اختك اتخطفت يا محترم، اتخطفت يا راجل، يا اللي موصيك تاخد بالك منها. قال له انت بتقولوا ايه، ايه اللي حصل؟ وساعتها ملك حاولت تهدى وتحكي لهم اللي حصل تاني، وقادر طبعا ساعتها خرج زي المجنون عشان يدور على اخته، قعد يدور عليها سواد الليل وهو معرفش يوصل لاي حاجه. اما زين كان في شقته، كان نايم وهو في دنيا تانية، تقريبا كان مغمى عليه ومش عارف هو عمل ايه. اياس ساعتها قعد يضرب عليه بالتليفون كتير علشان يرد، وللاسف ما ردش عليه، فاضطر في طلوع الفجر او في شقشق النهار يروح له الشقه عشان يعرف ايه اللي حصل. وفعلا ساعتها زين فاق على ضرب جرس الباب، واول ما فتح له لقى طبعا من غير هدوم، وقال له انت ايه اللي انت عملته ده، وديت البنت فين؟ قال له بنتي انا مش فاكر حاجه. قال له هو انت مش فاكر امبارح اللي احنا بعد ما خرجنا من السهره الزفت اللي احنا كنا فيها، اللي انت خطفت بنت من البنات اللي كانت ماشيه في الشارع وجدها على هنا؟ ساعتها زين اصلا كان واقف زي المصدوم ومش فاكر ولا فاهم اي حاجه، وجري ساعتها جري على الاوضه اللي جوه، وللاسف لقى في بنت نايمه على السرير شبه عريانه تقريبا، وجسمها كله مكسر ومورم وجسمها كله دم، بقى واقف مصدوم ومش عارف يعمل ايه. وقياس اول ما شاف المنظر حط ايده على دماغه من الصدمه اللي شافها، وزين راح باصص لقياس قال له ايه اللي انا عملته ده، انا عمري في حياتي ما خدت واحده بالغصب عشان ابقى في الاخر نهايتي كده. ايوه انا نمت مع ستات كتير، بس كل واحده كانت بتيجي برضاها وتقريبا كلهم مش بنات. قال له الله يخرب بيتك يا زين، ايه اللي انت عملته فينا دي، انت عارف مين دي؟ قال له مين دي؟ قال له دي قدر، طالبه عندك في الجامعه. ساعتها طبعا زين اتصدم الصدمه اللي ما حدش اتصدمها، وطبعا ساعتها قدر صحتي على صوتهم، واول ما شافتهم وشافت نفسها بالمنظر ده قعدت تصرخ وتعيط وبقت في حاله لا يرثى لها، وتقريبا دخلت في حاله ما حدش يقدر يوصفها وما يكتبهاش على حد، قعدت تصرخ ما اعلى ما فيها. ومن هنا تنتهي الحلقه الاولى بتاعتنا من المسلسل، ويا رب تكون عجبتكم، وهستنى تعليقاتكم على الحلقه الاولى، وان شاء الله كل يوم هنزل لكم حلقه جديده، بس اتمنى انكم تدعموني في التعليقات وتقولوا لي ايه رايكم، وشكرا لكل اللي بيسمعني وبيهتم بقصصي.